أهلا بكم، وفي الفيديو ده نتعلم إزاي نضيف اللغة العربية في الكيبورد. لو أنا جيت أروح هنا على الضبط والمشكلة اللي بتقابل كل الناس، أنا لو رحت مثلا أكتب أي حاجة هنا مش هلاقي إلا اللغة الإنجليزية بس، ولو جيت أحول للغة العربية مش هلاقيها. دلوقتي أنا بروح عندي على الكيبورد هنا، بضغط على علامة الترس أو الشعار ده اللي هو الضبط، ممكن على طول هيحولني على اللوحة بتاعتي اللي هي لوحة المفاتيح على الهاتف. طيب دلوقتي انا لو ما عرفتش اعمل كده بعمل ايه؟ انا بروح للضبط عندي على الجهاز، برجع كده خالص، بروح عندي على الضبط، وبعد كده بنزل تحت كده شوية لحد ما الاقي هنا عندي اللغة والادخال. تمام، بضغط عليها ضغطة كده، بطلع فوق بقول له هنا اللغة والادخال، بروح عند لغات مفاتيح المتعددة، بضغط على اللغات فوق تاني واعمل اضافة لغات او لغة ادخال. بنزل تحت كده شوية بلاقي لغات كتيرة هنا، بلاقي اللغة العربية بعمل له تنزيل، بنتظر كده عليه شوية لحد ما يتعمل له تنزيل، بعد كده بلاقيه اتضاف فوق عندي هنا. لو هو مقفول حاول تفتح اللغة بتاعتك، بعد كده بترجع تاني خالص، ولو جيت تكتب مثلا لأي حد على ماسنجر او تعمل عملية البحث هنا على طول بتحول من اللغة الإنجليزية للغة العربية. وبكده حولنا الكيبورد هنا باللغة العربية. لو معرفتش تعمل كده أو تخش على الضبط، بتخش على علامة الترس هنا، برضه يحولك على نفس النظام على اللغة والإدخال هنا، وبعد كده بتضغط على إضافة إدخال أو إدخال لغة جديدة. لو قالك جار التحقق أو تحديثات اصبر عليه شوية، ممكن يحتاج من دقيقة لخمس دقايق علشان يظهر لك كل اللغات دي. وبكده شرحت انتهى. متنساش تضغط على زر الاشتراك. مع السلامة.